السلام عليكم، صباح الخير. نحن الآن في دولة الجبل الأسود وبالتحديد في مدينة كوتور. نحن الآن في مطل نيغوشي. الشكل المثلث اللي تشوفونه أمامكم هو ميناء كوتور. وصلنا للمنطقة هذه عن طريق التاكسي. طبعا فيه زوايا كثيرة، تقريبا 25 زاوية، طريق صعب جدا. اللي أمامنا الآن خليج كوتور، في الجهة المقابلة خليج تيفيت، وفي خليج ثالث. نحن الآن أمام مدخل المدينة القديمة. شرح بسيط عن الجدران اللي تشوفونها الآن. هذه جدران كانت سابقا لحماية المدينة. البوابة اللي أمامنا هي البوابة الشمالية وبوابة النهر، وإن شاء الله من خلالها نطلع إلى القلعة. الآن نحن في قلعة سان جوفاني. صراحة الطريق للصعود للقمة صعب جدا. يتضح أمامنا برج الساعة، وفي الأعلى هناك قلعة سان جوفاني، ومن هنا البوابة الأساسية اللي دخلنا منها. الآن طلعنا من حدود المدينة القديمة، انتهت جولتنا في كوتور. تقييمي للمدينة في سناب الجاي. صراحة المدينة جميلة، ولكن يعيبها قلة النشاطات فيها. تقييمي لها 6/10. نشكر حساب عشاق السفر على الاستضافة، ونتمنى أن غطينا المدينة بشكل جيد، وفي رحلة قادمة إن شاء الله.